أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق بنا تو في كنوز الطبيعة اللي طلع عليكم اليوم بأعشاب ونباتات جديدة باش نتعرفوا على قيمتها وفايدتها في حياتنا وصحتنا اللي هي ديما أولى. وأول نبتة لليوم هي نبتة البابونج. أي البابونج؟ البابونج هو نبات عشبي حولي، نبتة سريعة النمو، فيها برشا تفرعات، تنبت بعد 6 أو 8 أسابيع تزهر، أوراقها ريشية مجزأة الأقسام صغيرة، عندها ريحة منعشة ومميزة، أزهارها بيضة والأزهار الداخلية كيف ما نقوله بلغتنا احنا الفص ألوانها صفرة. يعيش البابونج في الحقول وعلى أطراف الأودية وحتى في الجردة في ديارنا. برشا ناس تغلط وتقول البابونج يعني شواشي الورد أو حبة الحلاوة، لا، البابونج شكله كيف ما قلت لكم زهرة، أوراقها بيضة والفص الداخلاني أصفر، ويعتبر من أشهر النباتات البطنية، يعني هو أفضل علاج لألام البطن إذا كان بسبب مغص أو أي سبب آخر. زهرة البابونج تحتوي على زيت طيار بنسبة 1.5%، ويحتوي زاد على 1% من زيت أساسي اللي بدوره يحتوي على مادة الكامازولين الأزرق وغني بالأزولين، والأزولين هذه هي مادة فعالة تكسب البابونج تأثير المعالج والشافي. ومن خصائصها أنها كيف زيت الزيتونة، تحتوي على حوامض دهنية غير مشبعة، فيها برشا الألفة الكيميائية وسريعة الاندماج بالمواد الأخرى. ومادة الأزولين هذه لونها أزرق، يستخرج من البابونج وقت ما نضبخوه كيف التاي أو نعملوا له عملية التقطير. من الخصائص الفريدة للبابونج أنه عنده مفعول مقاوم للأحلام الخايبة وللكوابيس، يعني هو مهدئ ويفيد في حالات الأرق والاكتئاب والخوف، ومفيد للأزمات النفسية، يعني اللي حامل هموم الدنيا الكل على كتافه نقول له على الأقل كيف تجي ترقد غلي شوي بابونج باش يخليك تكون ريلاكس وتنجم ترقد مرتاح ومن غير أي كوابيس ولا حتى أحلام مزعجة. مسحوق أوراق البابونج يعني كيف نرحوه، نستعملوه لمعالجة الالتهابات الجلدية والقروح والجروح اللي في الفم، واللي عانوا من التهاب الأظافر زادة، واللي عندهم التهاب المسالك الهوائية نقولهم غلوا أزهار البابونج واستنشقوا البخار نتاعه لأنه مفيد برشا، يعني هو معالج مفيد للأنف والحنجرة والقصبة الهوائية. ومستحلب أزهار البابونج مفيد باش نغسلوا العيون المصابة بالرمد، اللطف عليكم الناس الكل، ومفيد زادة معالج للتقيحات الجلدية بشكل عام، ومفيد برشا للنساء. ويا حبذا لو انكم تداوموا انكم كيف تجوا تستحموا، يعني بعد ما تعبوا المغطس تحطوا فيه اوراق وازهار البابونج لانه باش يكون مطهر ويقتل فطر الكانديدا اللي يصيب المهبل ويقتل البكتيريا العنقودية. مغلى البابونج مفيد لحالات الاضطرابات الهضمية ومضاد للتقلصات، هو خافض للحرارة، يعني اللي يعاني من السخانة ديما الدواك هو في كاس من مغلى البابونج. وفما برشا مستحضرات تجميلية متكونة زادة من البابونج، وإذا عملنا كمادات من البابونج فإنه يفيد في علاج الالتهابات الجلدية فيسع فيسع، وممكن للبابونج إنه يعمل نفس وظيفة المضادات الحيوية اللي يستخدموها للالتهابات. وإذا غليت منه شوية بركة واستنشقته يرتحك من أي التهاب في التجاويف الأنفية، يعني في الأنف وما تابعه، ويعالجها بسرعة كبيرة ويقضي على كل الجراثيم في مدة قصيرة. وللي يعانوا من تجنجات في المعدة نقولكم عليكم بالبابونج، مش كان للمعدة برك، لأي عضو في الجهاز الهضمي البابونج معالج ومسكن، هو فعال بالجدال المغص في المعدة والأمعاء وفي بعض الأوقات اللي يعانوا من الألام في المرارة، ومفيد زادة لأنه يخف من ألام العادة الشهرية بالنسبة للبنات. ريتوا فوائد البابونج ومزال الخير القدام. نزيدكم زيادة، البابونج يفيد ويشفي الجروح اللي ما تلتئمش فيسع فيسع، وخاصة وقت ما يكون جرح في مكان من الجسم يعني تصب معالجته، مثلا القسم الأسفل من الساق يمكن معالجة الجروح بكمادات البابونج. وفما زادة مراهم مركبة من عشبة البابونج. البابونج مفيد زادة في تحسين الجهاز المناعة ويعمل على زيادة كريات الدم البيضاء، هذاك علاش أنا نقولكم البابونج يلزم يكون في كل دار في أي حال من الأحوال، لأنه يستخدم زادة في الإسعافات الأولية في حالة الإسهال والمغص المعوي ومغص المرارة. ما عليك كان تطبخه كيف التائي ويكون قوي شوي
ويفيدك زادة في تخفيف آلام التمث ويطرد الغازات من الأمعاء زادة. واللي يعانوا من قرح المعدة عليكم بالبابونج، لكن بطريقة خاصة. كيفاش؟ تغلي أول شيء البابونج، تصفوه وتشربوه، من بعد تستلقي لمدة 5 دقائق على ظهرك، وبعد 5 دقائق أخرى على جنبك اليسار، ثم على جنبك اليمين، ثم على بطنك. هكاك تضمن أنه البابونج يتعدى على مختلف جدران المعدة. نعاود لكم، تغلي البابونج، تصفيه وتشربه، تنجم تحليه بشوية سكر أو شوية عسل، من بعد تستلقي 5 دقائق على ظهرك، 5 دقائق أخرى على جنبك اليسار، ممكن أنك تبدل مثلا تتك على بطنك، وبعده على جنبك اليمين. هكاك تضمن أنه البابونج تعدى على مختلف جدران المعدة. وننصح اللي يعانوا من نزلات الصدرية وللي يعانوا ديما من البرودة، غلوا البابونج وغطي راسك بقطعة قماش أو منشفة واستنشق البخار مدة 4 ساعة على الأقل. الاستنشاق هذاك يفيدك في التخلص من الجراثيم ويخلصك من الالتهابات، وبالتالي البرودة تنقص عليك. وقبل ما نختم حديثي عن البابونج، نصلح لكم حاجة الناس الكل تعمل فيها، وهي كيفاش تغلي البابونج أو النعناع أو أي عشبة. فتقولوا لي نصبوا الماء ونحطوا فيها العشبة ونخلوها تغلي. لا، غلط. التغلية الصحيحة للبابونج أو أي عشبة كيفاش؟ هي أنك تغلي الماء وحده، ومن بعد تصبه في كاس فيه العشبة هذه، أكيد باش تكون ملحية أو مجففة، تخلوه يترنخ شوي، من بعد تصفوه وتحلوه بشوية سكر أو شوية عسل، ومن بعد تالي تشربوه صحة وبشفاء. هذه أحسن طريقة خاصة بالنسبة للبابونج، باش تستخرجوا أكبر كمية من مادة الأزولين. يظهر لي طولت عليكم، أما حبيت نركز على البابونج لأنه فعلا كنز يلزم يكون في كل دار. وأكيد مشوارنا معاكم مازال متواصل، ومازالت عنا كنوز طبيعية طبية أخرى باش نحكوا على